السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من كورس اللاب فيو انترفيس فور اردوينو توتوريال. وان شاء الله النهارده معانا البروجكت الرابع. النهارده هنتعامل برضو مع الانالوج انبوت والديجيتال اوتبوت. هنتعامل مع ال LM35، واحنا طبعا شرحنا السنسور ده في الفيديو السابق. لو سمحت، لو اول مره تشوف حلقات ربط اللاب فيو مع الاردوينو، يا ريت تتابع السلسله من اول عشان تقدر تفهم الفيديو بتاع النهارده. زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان انا ال LM35 ده شكله، اخلي الفلات او المستطيل ده في وجهتي، الناحيه على الشمال ده 5 فولت، الطرف الاخير ده الجراوند، الطرف اللي في النص ده الانالوج اوتبوت اللي بيروح على الانالوج مين انبوت بتاع الاردوينو. هنا عندنا ال LM35 ادي طرف ب 5 فولت للبورده، وادي الطرف الاخير بالارضي، والطرف النص رايح على A1. معانا كمان 3 بنز شغالين ديجيتال اوتبوت، 3 ليدات، ليد ريد بعد كده بلو بعد كده يلو. الريد متوصله على 10، والبلو على 11، واليلو على 13، كل واحده معاهم مقاومه 220 متوصلين بالارضي. واتفقنا لازم الارضي يروح لمين؟ للاردوينو. عشان دايره تشتغل صح يا ريت تنفذ العمل زي ما احنا بنقول. البروجكت اللي عندنا ان احنا بنقرا من ال LM35، طبعا اتفقنا ان هو بيقرا فولت. طبعا هنا في كونفرتر بيحول من فولت لديجري بالسيليزيوس زي ما احنا شرحنا في الفيديو السابق. ومعانا كمان هنا درجه الحراره اللي بتطلع هنا هي الكرنت تمبريتشر، واليوزر بيدخل عندي المينيمم والماكسيمم. بالتالي درجه الحراره هنا لما بتكون اعلى من الماكسيمم بينور ليد حمراء هنا هوت على اللاب فيو، في نفس الوقت بينور الليد الريد اللي على البورد اللي احنا قلنا على توصيل. ولو درجه الحراره كانت بين المينيمم والماكسيمم يبقى درجه الحراره نورمال، هتلقى الانديكيتور بتاعي النورمال هنا هو اللي بينور. وكمان ما ننساش ان هو بيكتب اللي في الاستيتس هنا الحاله نورمال ولا هوت ولا كول، في نفس الوقت ينور الجرين اللي موجوده او البلو على البورد. عندنا كمان ليد صفرة هنا، انديكيتور اصفر موجود هنا على اللاب فيو، برده في ليد صفرة على البورده. لو درجه الحراره اقل من المينيمم الليد الصفرة دي بتشتغل وبيكتب لك في الاستيتس هنا مين كولد. ده البروجكت ببساطه، هروح نعمله على اللاب فيو بسرعه. طبعا انا على اللاب فيو عندي جبت الانيت وجبت الكلوز. الانيت وصلناها وعملناها زي ما بنعملها في كل مره. انا دلوقتي هشتغل لو ليفل. اول حاجه في انالوج مين بن عندي، يبقى انالوج مين بن اتفقنا الانالوج بن اقراها مباشره، مش بعمل لها انشاليزيشن. كمان عندي 3 بن شغالين ديجيتال اوتبوت اللي هما ايه؟ اللي هما 10 و11 و13، دي شغالين ديجيتال اوتبوت للديت. فانا اجي اعمل ايه هنا؟ يبقى لازم اظبط البنز الديجيتال دي الاول كانها ايه؟ اوتبوت. يبقى اجيب 3 ست ديجيتال بن مود كده، انا بظبط الثلاثه بنز دول كاوتبوت. رقم 2 اقول له ايه؟ ديجيتال رايت بن، انا عايز اطلع عليهم قيمه، يبقى ديجيتال رايت بن. الثلاثه برضه هطلع عليهم قيم وغير من حالتهم، يبقى اخد من دي 3 هنا. يبقى خلاص كده، يبقى ده جزء خاص بالانشاليزيشن 3 ديجيتال اوتبوت بن، وده خاص بالانالوج انبوت. طبعا انا مش بعمل له انشاليزيشن هنا، انا بقرا مباشره من الانالوج. عندي هنا 3 ديجيتال بن هطلع عليهم قيم، يبقى ديجيتال رايت، يبقى مين الجزء ده هو اللي انا عايزه يتكرر، اما ده انشاليزيشن. انا اجي ايه امسك دول كلهم كده عشان اوصله مره واحده، واجي اعلم هنا كده خليهم كده، واجي كنترول سبيس كنترول دبليو بيوصل لي كل الاطراف المتشابهه. يعني هنا اردوينو ريسورس هيوصل مع اردوينو ريسورس وهكذا للاخر عشان اوفر في الوقت. هنا اتفقنا ديجيتال انبوت اوتبوت بن رقم البن هقول له كرييت كونستانت، ودي اول بن رقم 10 دي خاصه بالريد. بعد كده نفس النظام هنا كرييت كونستانت 11، هنا كرييت كونستانت 13. طبعا هنا بيقول لي البن مود حالتها انبوت ولا اوتبوت، اقول له كرييت كونستانت، انا مش عايز حالتهم تتغير، اغير اخليها اوتبوت دايما، فانا خليتها كونستانت عشان انا مش هغير حالتها، تبقى دايما اوتبوت. طبعا هنا نفس النظام هتبقى اوتبوت، الكلام ده قلناه قبل كده. نفس النظام هنا ايه اوتبوت، يبقى انا عملت انيشاليزيشن للثلاثه ديجيتال اوتبوت بن. نيجي هنا للكود، ده جزء الكود اللي هيتكرر. يبقى انا ممكن اجيب هوايل هنا، ده الكود اللي هيتكرر معايا. طبعا انا هسحب هوايل شويه كده. هنا انالوج انبوت بن كرييت وكنترول
عشان اليوزر هو يغيرها براحته، يختار الانالوج بين بتاعته. وهنا بيقول ايه ديجيتال انبوت اوت بين، هنا ديجيتال انبوت اوت بين كرييت كونستانت دي رقم 10، وممكن بدل ما تكتب 10 توصلها من بره كده عند 10 كده تيجي توصلها هنا 11 كونستانت 11 كرييت كونستانت 13. طبعا 10 دي خاصه بالريد، ممكن انا اكتب هنا ريد كده عشان ابقى عارف دي خاصه باليلو، اكتب حرف واي كفايه، اما هنا خاصه بالبلو او الجرين واكتب بلو كده عشان ابقى عارف ده توصيل الهاردوير، ان 10 دي موصل عليها ريد و11 موصل يلو و13 موصل بلو. اتفقنا ان ده الفولت اللي طالع، نقول له كرييت وانديكيتور عشان يطلع القيمه لليوزر، هيطلعها كفولت عاديه خالص. اتفقنا ان انا لو خدت القيمه دي، لو خدت قيمه الفولت ضربتها في 100 هيطلع لي التمبريتشر، والكلام ده شرحناه في الفيديو السابق. يبقى اجي هنا، يبقى اجيب نيوميريك بعد كده مين ملتبلاي، هاخد القيمه اللي جايه دي هضربها هنا، القيمه اللي جايه هنا بالفولت هضربها في 100 كرييت كونستانت 100، هيطلع لي قيمه مين تمبريتشر هنا. نروح الفرونت بانل هنلقى هنا ده الجيج بتاعي اللي هو اللي بيطلع فولت، ودي الانالوج انبوت بين. انا عايز اعرض درجة الحرارة كسكيل هنا اللي طلع فولت، اروح اجيب ايه سيلفر واتفقنا نيوميريك، واجيب مين التانك ده كده واكتب عليه تمبريتشر وغير السكيل ده خليه 100. طبعا هنا القيمه لو هتطلع وانت مش عارف تحددها بالظبط كليك يمين فيزيبل ايتم واختار ديجيتال ديسبلاي، هيطلع لك قيمه الديجيتال كام. بص كده لما تغيره هتلاقي القيمه بتتغير هنا. يبقى ادي التمبريتشر بتاعي لغايه دلوقتي، الجزء ده كله شرحناه الفيديو السابق. ايه الجزء الجديد؟ هنروح للفرونت بانل برضو. دلوقتي انا هقول له سيلفر وبعد كده نيوميريك، بعد كده هجيب مين كنترول واقول هنا current temperature دي الحرارة الحالية، control C بعد هنا control V بعد كده كمان واحدة control V، ده اقول له هنا الماكسيمم بتاعي، واجي هنا اقول له المينيمم، يبقى دي درجة الحرارة الفعلية اللي هيقيسها السنسور، وهنا اليوزر هيدخل الماكسيمم وهيدخل المينيمم. محتاج تلات ليدات indicator، اروح silver واقول له boolean، بعد كده اجيب الليد بتاعتي واكتب هنا الليد الخاصة بالهوت وأعمل ليها كنترول سي، هنا كنترول في، هنا كنترول في، وأكتب ليها نورمال، وأكتب هنا كولد، أخلي التلاتة في نفس السطر من هنا وأجي كده هيبقوا في نفس السطر. عايز أظبط المسافة أضغط هنا وأختار المسافة اللي أنا عايزها كده أنظمهم. بعد كده أنا عايز شاشة يعرض عليها الكلمة، لو كانت هوت، لو كانت الليد الهوت منورة يكتب لي هوت برضو، هقول له ايه سيلفر بعد كده سترينج بعد كده سترينج انديكيتور عشان يعرض مش اكتر، اكبر دي طبعا شوية عشان الكلمة تظهر، واقول له ده مين الستيتس الحالة عندنا ايه. عايز اغير الخطوط دي كلها مرة واحدة، يبدأ شيفت واضغط هنا 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 واجي بعد كده مرة واحدة هنا اقول له سايز وليكن مثلا 24، هنلاقي الخط كبر كلهم مرة واحدة، بعد كده الستايل بولد، بعد كده الكالر بتاع براحتك ممكن تختاره مثلا أزرق، مثلا ممكن أختار دي لونها بس المختلف أحمر عشان تدي إحساس إنها هوت، والكولد ممكن أختار دي أصفر مثلا، وأجي هنا كليك يمين بروبرتيز هيديني، بيقول لي لما تشتغل بتبقى باللون ده، لما بتبقى طافية بتبقى باللون ده. طبعا اغير لونها اخليها لونها احمر، وهنا لما بتبقى طافيه اضغط على العلامه دي، لو انا عايز الوان مختلفه تانية اخليها حمراء بس ايه اغمقها شويه من هنا تبقى احمر غامق. اوكي اوكي تلقى لونها احمر غامق، اضغط عليها كده لما تشتغل دي ده شكلها، ودي لما تبقى طافيه، ودي النورمال مقبوله كده. اما الكولد نيجي بروبرتيز نغير اللون ده نخليه مثلا اصفر، ونيجي للاوف ده نختار من هنا ونقول له ماشي اصفر بس ايه نغمقه شويه، اقول له اوكي اوكي ده شكلها لما تبقى طافيه.
الضغط التاني هتبقى ده شكلها. هنا برضو اللون الغامق مش واضح قوي، هتقل له شوية. هنا برضو نيجي هنا بس نتقله كده، اوكي تقل شوية اهو، نضغط كده كده احسن شوية. كده الفرونت بانل جاهزة معايا. هروح للبلوك دايجرام، هنلاقي هنا دي الهوت عندي اهي، وادي الكولد، وادي النورمال، ودي الكرنت تمبريتشر، ودي الستاتس سترينج، عندي الماكسيمم، عندي المينيمم. هاجي هنا دلوقتي اقارن دي الكرنت تمبريتشر. طبعا الكرنت تمبريتشر احنا استخدمناه هنا ككنترول، اليوزر اللي دخلها الكلام ده مش صح، المفروض الكرنت تمبريتشر تتقري من السنسور مباشرة. فاجي هنا شو بلوك دايجرام، امسك دي ما تبقاش مين كنترول، تبقى انديكيتور، يبقى تشينج تو انديكيتور، ان هي يقراها من هنا، يبقى هيجي يقراها كده من هنا، هي خارج السنسور، يبقى كايه كانديكيتور وليست كنترول، يبقى ده الكرنت تمبريتشر هنا، هي نفس مين القيمه اللي هنا هتطلع. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب كومباراتور وهنقول لما يكون درجه الحراره اللي جايه اكبر من الماكسيمم، مش اتفقنا ان بيبقى في ماكسيمم ومينيمم، لو درجه الحراره بتاعت السنسور اللي قراها اكبر من الماكسيمم يبقى اكيد الخارج هنا هيبقى هوت، الخارج هنا بيبقى بوليان، يا ترو يا فولس. هنجيب سيليكتور مثلا، سيليكت بجيبه من كومباريزون سيليكت، واجي هنا الخارج ده يا ترو يا فولس، اوصله بمين بالدخل اللي في النص هنا كده، كونتكست هيلب، نقف هنا، بيقول لي ان الطرف اللي في النص ده بيبقى بوليان يا ترو يا فولس، بيبقى عندي ثلاث اطراف داخل وواحد خارج. الطرف اللي في النص لما يبقى ترو هو يطلع مين الاوبوت، الانبوت اللي فوق ده يطلع على الاوبوت، لما يبقى الطرف اللي في النص ده فولس الانبوت الثاني اللي تحت هو اللي يطلع على الاوبوت، يعني سيلكتور بناء على حاله مين السويتش اللي هنا، لو كانت ترو يطلع الانبوت الاول، لو كانت فولس يطلع الانبوت الثاني مش اكتر. لو انا جيت هنا كده قلت له سترينج وسترينج كونستانت، كتبت هنا ايه هوت، وصلتها على الطرف الاول، جيت الطرف الثاني ده كرييت كونستانت، اوتوماتيك هيختار الكونستانت زي الاول بالظبط سترينج، هقول له ايه نورمال. يبقى هنا لو كانت درجه الحراره اكبر من درجه الحراره الماكسيمم هيعمل ايه، هيطلع لي مين هنا ترو، ترو، ويجي السليكتور ده لما يبقى ترو يقرا مين هوت. هنيجي برده نفس النظام هنا، هنختار كومباريزون ونختار اقل، ونقول درجة الحرارة اللي جاية طبيعية اللي هي جاية من السنسور لما تبقى أقل من مينيموم، وأقول له بعد كده هات سيليكتور هجيب كونستانت برضو من سترينج، سترينج وكونستانت، وأجي فوق أختار أقول له إيه كولد، نوصل الطرف اللي في النص ده هنا، نيجي نوصل الطرف اللي فوق ده بمين الطرف اللي تحت، واجي السترينج ده في الاخر اوصله هنا. تعال كده نراجع الكود تاني بسرعه. درجه الحراره اللي جايه لو كانت اكبر من الماكسيمم بالتالي هنا هيطلع لي ترو، ترو على السيليكتور ده يبقى هيعدي الانبوت الاول يبقى هوت، ينزل تحت يبقى هنا هوت. هل درجه الحراره اقل من مينيمم؟ لا طبعا، لان هي اتفقنا كانت اكبر فوق، فبالتالي السليكتور ده يطلع فولس، فيطلع مين؟ يطلع الانبوت التاني اللي هو هوت، وتطلع على الستيتس بتاعتك هوت. طيب لو كانت درجه الحراره اقل من المينيمم، اقل من المينيمم عندك يبقى الشرط الاول مش هيتحقق، هيبقى هنا فولس، يطلع نورمال، يبقى هنا على الطرف التاني هيبقى فيه ايه؟ نورمال. هل درجه الحراره تحت هيعمل اختبار درجه الحراره اقل من المينيمم؟ ترو. اول ما يبقى ترو هنا بيروح يطلع الطرف اللي فوق يبقى كولد، يبقى على الستاتس كولد، يبقى صح كده. طب لو درجه الحراره بين الماكسيمم والمينيمم، طب هيجي يختبر هنا هل درجه الحراره اكبر من الماكسيمم؟ لا، يبقى فولس، هيطلع نورمال، هينزل على السليكتور الثاني هنا الانبوت الثاني نورمال. هل درجه الحراره اقل من المينيمم؟ لا، لان هي بين المينيمم والماكسيمم، هيطلع هنا فولس، هيروح يطلع ايه؟ مش هيطلع الكولد، هيطلع نورمال، يروح يطلع على الستاتس نورمال. وفعلا لما درجه الحراره تبقى بين المينيمم والماكسيمم يطلع مين نورمال. كده احنا اختبرنا ثلاث حالات، يبقى الكود كده تمام. نيجي للجزء الثاني في الكود، نيجي هنا الليد بتاعت النورمال، هنا ايه رايكم الحاله لما بتطلع على الستاتس هنا لما بتبقى نورمال في نفس الوقت انا عايز امين انور الليد مين النورمال،
يبقى انا اعمل ايه؟ اجي هنا كده اجيب كومبارزون واقول له بيساوي، واجي هنا اقول له هات سترينج، هات سترينج كونستانت واسميه ايه كده، ايه نورمال، واوصل دي بدي. يا ترى هل الحاله اللي طالعه بتساوي نورمال؟ لو كانت بتساويها روح نور الليد اللي اسمها مين؟ نورمال. ده على اللاب فيو. هعمل نفس النظام مع الكولد، واعمل نفس النظام مع مين؟ مع الهوت. يبقى نفس النظام، هوت هجيب كومباريزون واقول له يساوي، بس هتبقى هوت هنا هي الكونستنت الاولاني هوت، واقول له ايه؟ مع الاستاتس الحاله لو كانت هوت بتساويها نور الهوت، واعمل كده برده مع الكولد. بدل ما اعمل كده مش هنا لو درجه الحراره اكبر من الماكسيمم هتبقى هوت؟ خدها من هنا مباشره. لما درجة الحرارة تبقى أقل من المينيمم مش هنا هيطلع ترو واحد؟ يبقى مين؟ خدها من هنا مباشرة. كده أسهل من إن أنا أعمل مقارنة، بس مع النورمال لازم أعمل مقارنة بالشكل ده. نيجي بعد كده لهنا حالات البن، اتفقنا إن دي خاصة بمين؟ بالريد، بالهوت. هنا هيطلع يدخل عليها واحد أو زيرو. هنا لما كان هوت بيطلع يا ترو يا فولس، فأنا لازم أجيب إيه؟ تحويلة أقول له بوليان 201 أنا عايز 3. ادي اول واحدة، يبقى اجي هنا واوصلها كده. ده مين؟ ده الدخل. يجي هنا الخارج ده نوصله بكده. يبقى كده هو هياخد البوليان ترو اوف هولس يحولها لمين؟ 01 وتدخل هنا. طيب ده مع مين؟ الهوت اللي هي الريد. نيجي مع البلو، هنا عندنا 10 هي الريد، 11 اللي هي البلو او الجرين، عندنا 13 اللي هي اليلو. نيجي نوصل الدخل هنا ده بالخارج ده، والدخل ده جاي من فين؟ من البلو اللي هي ايه؟ النورمال من هنا. اليلو اللي هي خاصة بالكولد، نيجي نوصل الدخل بتاعها بخارج 01، ونيجي نوصل الدخل ده بمين؟ بالكولد هنا. كده الكود خلص، اتمنى يكون اتفهم. يبقى مراجعة سريعة تاني، هنا لو درجة الحرارة جاية أكبر من الماكسيمم هيطلع لي هوت، هينور في نفس الوقت ليد على ليد فيو هوت ويحولها لواحد، وتروح على البن رقم 10 وينور الريد. نفس النظام هنا برضو، لو كانت اقل هيطلع هنا ترو، هينور ليد كولد على اللاب فيو، وفي نفس الوقت تروح للمين؟ لليلو اللي هي على بن 13. ان كان الحاله الاولى ولا الثانيه مش متنفذين او مش متحققين، هيروح ينفذ حاله النورمال ويطلع هنا ترو تتحول لواحد، ينور لي مين؟ البلو عندي على مين؟ البورده. وفي نفس الوقت اتفقنا ان كل مره اللي هتتنفذ فيهم او هتبقى متحققه هيطلع على السترنج يكتب الحاله بتاعتها. لو ما فهمتش الكود كويس اسمع الفيديو مره ثانيه وان شاء الله هتفهمه. لو في اي مشكله عرفني في التعليقات. روح دلوقتي للتنفيذ العملي. دي البن الانالوج عندي، ودي الفيزا ريسورس والبورد تايب. طبعا انا هختار الكم كام، انا موصل البورده بتاعتي كم 4، واختار البورد عندي ميجا، والتمبريتشر سنسور انا موصله على 1. طبعا لو جينا عملنا رن هنا هنلقى فيه ايرور، الايرور في الوايل لوب ان احنا نسينا نعمل الستوب. كنترول ده التوصيل العملي عندي، عندي ال LM35 وعندي كمان 3 ليدات الريد على 10، ومعايا الجرين على 11 واليلو على 13. طبعا هي منوره عشان الكود محروق، احنا هنحرقه من جديد دلوقتي. اعمل رن هنلاقي التي اكس والار اكس منوره. طبعا احنا هنظبط المينيمم والماكسيمم عندي هنا، هو التمبريتشر عندي اريا 22 زي هنا بالظبط زي ما قلنا، دي هي دي اريا 22. طبعا انا هخلي له المينيمم وليكن 23 او 24، واخلي له الماكسيمم 30 عشان نقدر نغير فيها عمليا. تعال كده معايا، ادي عندي هنا من 24 ل 30 درجه الحراره مالها؟ درجه الحراره عندي 22 ونص اقل من 24، اقل من المينيمم، يبقى ايه؟ الصفره منوره وهيبقى عندي ايه؟ كولد. فعلا على البورده هنلقى هنا الصفره منوره اهو. طيب انا هروح دلوقتي احط ايدي على التمبريتشر سنسور، نلاحظ درجه الحراره هتعلى فعلا بين المينيمم والماكسيمم، بالجرين وكتب نورمال والزرقاء عندي نورت على البورده. ما زالت ايدي على السنسور عندي هنا لغايه ما توصل 30.
طبعا الليدة الحمراء بتنور وتطفي عشان أصلا درجة الحرارة بتلعب معايا شوية. هنا السنسور طبعا انا حطيت ايدي، مرشها دي يوصل ل 30، احنا ممكن نقللها نخليها ايه 28 او 29 نجرة، او ممكن في طريقة تانية ان انا اعمل بوتنشيومتر على اي زيرو. طبعا اتفقنا انه الانالوج سنسور اللي هو ال ام 35 زي البوتنشيومتر بالظبط، وانا مطبق معادلة ال ام 35، فممكن انا اغير دي واخليها ان البوتنشيومتر متوصل على زيرو، وهطبق نفس معادلة السنسور عندي السنسور بالظبط، واعمل ايه؟ واخلي المينيمم عندي 10 هنا عشان فعلا تحت 10 بيبقى كولد، واخلي دي وليكن مثلا 50 عشان تبقى مين ريد. هنلقى بص معايا كده، نقعد نغير في البوتنشيومتر هنا، هنعتبر ده التمبريتشر سنسور مفيش اختلاف طبعا لان انا مطبق معادلة مين التمبريتشر سنسور، فالفولت المتغير هنا بيكافئ درجة حرارة. انا هقلل عن المينيمم درجة الحرارة اللي حاليا دلوقتي بصوا كده في حدود 5، وأقل من 10 الليد الصفراء منورة وعلى اللابيوم منورة هنا، وفي نفس الوقت كاتب لي كولد. نيجي بعد كده أعلي شوية، بقيت كام دلوقتي؟ 15 بين 10 و50، الجرين نورت. وأجي بعد كده أعلي كمان لغاية ما أعدي 50، 52 أهو هتلاقي الريد منورة بصوا كده اهو. نلاحظ كمان على الستاتس ان الكلمه بتتغير بناء على الحاله، هوت اهي كده جرين اللي هي حاله نورمال طبيعي، بعد كده مين كولد. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو، وان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على السيرفو موتور وازاي نوصله وازاي يتحكم في البوزيشن وكمان في سرعته. ما تنسوش سبسكرايب عشان ما نوقفش السلسلة دي، ولايك وشير لو في متابعة ونشاط في اشتراكات كتير للقناة، هنقدم فيديوهات رائعة للسلسلة دي. شكرا جزيلا.